انطلقت مظاهرة في العاصمة النمساوية فيينا احتجاجاً على محاولة وزير الخارجية والاندماج سباستيان كورتس استمالة أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة مستغلاً ورقة اللاجئين. قوانين صارمة فرضها كورتس، بل وحاول تزييف تقرير لرياض الأطفال الإسلامية مغيراً نتائجه بما يناسب شعاراته. نتابع تقرير عمار دندش ثم نعود للحوار. كثير ما استغل اللاجئ منذ لحظة وصوله إلى أوروبا وحتى الآن من قبل الأحزاب السياسية لكسب أصوات الناخبين، إلا أن لهذه الحالات في كثير من الأحيان رد فعل عكسي، خصصت الحكومة النمساوية مبلغ 3 ملايين يورو لصندوق الاتحاد الأوروبي في سبيل الحد الكامل من اجتياز اللاجئين للبحر المتوسط. وأكد وزير الخارجية والاندماج سباستيان كورتس أن هذه المساعدات تساهم في تعزيز قدرة أوروبا على مواجهة التدفقات الطارئة للهجرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الوزير كورتس التضييق على اللاجئين من خلال القوانين الصارمة التي قدمها للبرلمان، ويهدف في ظاهرها إلى حث اللاجئين على الاندماج، وفي باطنها ورقة سياسية رابحة لكسب ود الناخبين. بآخر سنتين سمعنا كثير مصطلحات مثل استغلال اللاجئين، الإسلاموفوبيا وغيرها من المصطلحات اللي عم يستخدموها بعض الأحزاب السياسية لحتى يكسبوا أصوات داخل البرلمان أو داخل الانتخابات، وإجا بالتوالي بعد منها الحزب الأسود لحتى يكمل مسيرته بصيغة منمقة شوي تحت بند الاندماج واللي هو تعريف واسع، لحتى يستغل كمان أوضاع اللاجئين اللي جايين لهون على البلد اللي هن مفكرين إنه جايين على بلد حريات، يستغلهم بهذا الشيء لحتى يحقق مصالحه. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، صعد كورتس هجماته على الإسلام واللاجئين وكل القضايا الشائكة التي تعتبرها الأحزاب اليمينية طرقا سهلة وسريعة لضمان عدد أكبر من الناخبين. أمام وزارة الخارجية والاندماج تجمع بعض الناشطين وأقاموا فعالية أظهرت رفضهم للسياسات المتبعة من قبل الوزير سباستيان كورتس، سياسات اعتبرها الناشطون عدائية وأقرب ما تكون إلى فكر اليمين المتطرف. فبدأت الأصوات المطالبة برحيل كورتس تعلو شيئا فشيئا، ونظمت في هذا الشأن المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. نحن هنا مع مجموعة من الناشطين للمطالبة باستقالة وزير الخارجية والاندماج سباستيان كورتس على خلفية الدباسة التي تم التلاعب بها والتي أجراها عن دور الحضانة الإسلامية، والسبب الآخر هو التدهور الكارثي في سياسة اللجوء وسياسة العزل والتضييق غير المقبولة. لعل أكثر ما استفز الشارع النمساوي هي فضيحة تقرير كورتس عن رياض الأطفال الذي كلف خزانة وزارة الاندماج نحو 36,000 يورو، ولم تأتي نتائجه كما أرادها الوزير. لقد نظمنا هذه الوقفة بسبب الدراسة التي أصدرها وزير الاندماج كورتس حول رياض الأطفال الإسلامية التي تم التلاعب بها لتتناسب مع مصالح الوزير. لدينا اليوم عرض مسرحي يتناول الفقرة التي تم التلاعب بها في الدراسة كي تظهر قيم إسلامية مزيفة بدلا من القيم الحقيقية كالتسامح والاحترام. يسعى الوزير الشاب من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى الوصول لمنصب مستشار النمسا، لكن هفواته إن تكررت لربما ستضع حدا لأحلامه. عمار دندش لبرنامج مهجر كومبا من العاصمة النمساوية فيينا. مؤسس منظمة FHO عبد الحميد قويدر سيكون معنا للتوضيح أكثر حول هذا الموضوع. عبد الحميد أهلا بك، وبداية المعلومات التي تحدثت بأن الوزير النمساوي كورتس تكلف 36,000 يورو لتغيير نتائج تحقيق حول هذه الرياض الأطفال الإسلامية، ما تعليقك مبدئيا على هذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين.
التقرير الذي أعده الدكتور عدنان أصلان مدير قسم الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا، واللي حاول التلاعب فيه وتغيير وجهة نظر الروضات الإسلامية وتوجهها من روضات تعلم القيم الإسلامية اللي هي تعتبر قيم أخلاقية إلى قيم إلى تعليمهم قيم تدعو إلى التطرف وإنشاء مجتمعات موازية مع المجتمع النمساوي. طبعا انكشف هذا التقرير، و الوزير الخارجية سيباستيان كورت وضع بحالة من يعني موقف محرج هو عمليا للوزير، ولكن هذه معلومات خطيرة عبد الحميد. هل هناك قدرة للذهاب في منحى قانوني لتوثيق هذا التقرير واتخاذ إجراءات ما؟ أنا حابب أبدأ بنقطة قبل هيك. تفضل. الوزير كورت منذ أن تولى منصب وزير الخارجية والاندماج سعى إلى كسب أصوات الناخبين في الشارع النمساوي، بما أنه نحن مقبلين على انتخابات برلمانية في منتصف شهر أكتوبر تشرين الأول. سعى لأنه هو يستخدم هذه المصطلحات اللي كان بالأصل يستخدمها اليمين المتطرف للهجوم على الإسلام، هو استخدمها فقط لمكاسب سياسية، ابتداء بقانون الإسلام الذي جرى تعديله إلى منع النقاب ومحاولة منع الحجاب كما أسلفنا سابقا، انتهاء بالتقرير الذي أعده واللي تلاعب فيه لحتى يقول للناس أنه الروضات الإسلامية هي عم تخلق مجتمعات متوازية وداعية للتطرف مقابل المجتمع النمساوي، وبنفس الوقت ما عم يتعلم القيم الأخلاقية. عبد الحميد، هذه وجهة نظرك مبدئيا، يعني اسمح لي، هذه وجهة نظرك، ولكن بداية النقطة أولى، هل من الممكن الذهاب بهذا الادعاء إلى مسار قانوني يواجه ما بحسب ما تقول ما ادعاه وما حاول تزويره حتى يبدو الوزير النمساوي؟ الشارع النمساوي والمنظمات المحلية حاولت قدر الإمكان بتنظيم بيانات وبإعداد مؤتمرات صحفية وحتى بالاحتجاج بالشارع كما فعلنا في المسرحية القصيرة التي عبرنا فيها عن التقرير الخاطئ. المسار القانوني في له ناس أهل اختصاص هم بيتكفلوا بهذا الموضوع، ولكن نحن من وجهة نظرنا كلاجئين وكأشخاص عايشين هون بالنمسا لازم نتجه للاتجاه اللي انه نعبر فيه انه هذا الكلام خاطئ، ما بس نكتفي بالسكوت وعدم الرد على هالتلاعب هذا اللي يعتبر تزوير واللي كلف الحكومة 36 ألف يورو لقاء عمل تقرير متلاعب فيه. نعم، هذا إذن هو موضوع خطير، ويبدو بأن كواليس السياسة باتت الآن تلعب بما يسمى ورقة اللاجئين إنجاز التعبير. بالمقابل هذه الفعاليات التي أشرت إليها، فعاليات مدنية للضغط، يبدو أن هناك مشاركة من مواطنين نمساويين أيضا، ليس فقط اللاجئين السوريين. هي سيدي بتنظيم نمساوي وإسلامي، أشخاص ولدانين هون هم نمساويين إسلام مسلمين أو غير مسلمين حتى بالتيارات الأخرى الرافضة للعنصرية والرافضة للرشوة والتزوير، كل هؤلاء الناس اجتمعوا وعملوا هالمظاهرة هي أو هالوقفة الاحتجاجية لأنه السيد كورس كل ما عم ينحصر أو عم يقع بموقف محرج عم يتجه للأمام مباشرة وعم يوقع الشارع بمزيد من المغالطات. لو توضح على هذه النقطة، أنت تعني الهروب إلى الأمام بماذا مثلا؟ الهروب للأمام مثلا عندما وضع بموقف محرج الآن بموضوع الروضات هو هرب إلى الأمام وقال أنه هذا التقرير ما فيه يعني عاري تقرير صحيح، وتكلفت هلأ جهة ثانية بإعادة صياغة هذا التقرير والتحقيق بأمره. الفكرة اللي بدي أوصلها أنه هالمصطلحات هي للهجوم على المسلمين والهجوم على اللاجئين وإلزامهم بمعايير محددة للاندماج داخل هذا المجتمع وليس إعطائهم الفرصة لحتى يصبحوا كجزء من هذا المجتمع. هي الأفكار هي اللي عم يطرحها واحدة ورا الثانية هي اللي ما عم تخلي الشارع يستوعب كمية الشغلات اللي عم يطرحها الوزير الخارجية سيباستيان كورت في الشارع، بمعنى أنه يشغل الشارع بتوالي هذه الطروحات. ولكن توضيح يعني في خلاصة هذا الحديث، ما هي النقاط التي يركز عليها لنقل يعني بالتفاصيل عبد الحميد حول ما هو مطلوب للاندماج من هؤلاء اللاجئين إن كانوا مسلمين أو غير ذلك؟
هلا هو يركز على نقاط، يعني جزء منها في جزء من الصحه تماما، وانا هذا الشيء اللي بدي اتكلم فيه بهذا اللقاء. اول شيء، نحن يجب علينا كلاجئين وكعرب مقيمين هون، او بالاخص انا عم بتكلم هلا على اللاجئين الجدد اللي مثلي وامثال ومثل كثير ناس مثل حكايتي. اول شيء يا جماعه، بدنا نتعلم اللغه وبدنا نركز على تعلم اللغه بشكل سريع جدا جدا، وهو ما يطالب فيه وزير الخارجيه سيباستيان كورتس، وبصراحه معاه حق بهي النقطه. بالمقابل لازم نثبت انفسنا بسوق العمل من خلال العمل، بحيث انه ما نكتفي على المساعدات الاجتماعيه وفقط نجلس بالبيت ونستنى الكورسات لحتى تجينا. النقطه الثالثه واللي هي نقطه مهمه، المساهمه في بناء هذا المجتمع المدني، وبمعنى اخر المساهمه في الاعمال التطوعيه وانشاء المنظمات المحليه. نعم. ايضا، والتعاون مع المنظمات الاخرى الموجوده في النمسا لحتى نورجي الصوره الصح عن اللاجئين وعن حضارتنا اللي نحن جينا منها، لحتى نورجيها للشارع. نعم هذا الحميد. النمساوي عبد الحميد، يعني لا يسعني إلا أن أشكرك، يعني للأسف الوقت ليس هناك متسع أكثر، ولكن النقاط يبدو واضحة. مؤسس منظمة FHO من النمسا كنت معنا، عبد الحميد قويدر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. تحت عنوان الاحتفال بسوريا، أقامت منظمة فكر وبناء فعالية ثقافية وفنية جسدت فيها سوريا قبل وبعد الثورة. هذا المهرجان السوري يعتبر الأول من نوعه لجهة النشاطات السورية المختلفة التي تضمنها. جوان إبراهيم غطى هذه الفعالية، لنتابع. الاحتفال بسوريا هو اسم المهرجان السوري الأول في بريطانيا، والذي جاء تتمة لرؤية منظمة فكر وبناء القائمة على هذا المهرجان، وذلك لبناء مجتمع سوري يتمتع بالقوة والفعالية وبدرجة كبيرة من الاحترام في المملكة المتحدة، وأيضا لإعطاء صورة حقيقية عن سوريا بعيدا عما يروج لها في وسائل الإعلام الغربية. عم نحاول نعرض في يعني صورة شوي هيك مختلفة، شوي حلوة وإيجابية، شوي مشرقة عن سوريا، سوريا بالماضي، سوريا بالحاضر، عن ثقافة سوريا، عن التراث، عن الموسيقى، عن الفن فيها، لحتى بس شوي نحاول نغير هالصورة السلبية اللي للأسف التصقت بسوريا خلال الفترات الأخيرة. يضم المهرجان فعاليات كثيرة ومتنوعة كالرسم والموسيقى الحية والمسرح والسينما، حيث تعرض الأنشطة على مدار أسبوعين في مدينة مانشستر بدعوة مفتوحة لكافة الأعمار والأجناس، مع دخول مجاني للاجئين من كل الجنسيات. لا، هي الفكرة عموما انه الناس اهتماماتها بتختلف، ففي ناس بتحب اللوحات اكثر، في ناس بتحب الموسيقى، الناس العادية بجوز بتحب انه تسمع موسيقى اكثر ما تجي، ما حتفهم لوحات فنية تعبيرية او ترميزية. فالفكرة انه الناس اهتماماتها مختلفة، فخلينا نقدم لهم امور مختلفة بشكل انه اللي ما بيحب هذا الشيء ممكن يجي على شيء ثاني مناسب له اكثر. أيضا هناك تركيز في المهرجان على التغييرات التي أحدثتها الثورة السورية على الفنون والثقافة، وذلك من خلال حلقات نقاش ومحاضرات لكتاب وورشات عمل تفاعلية لاستكشاف وإظهار الفنون والثقافة السورية قبل وبعد الثورة. الفعاليات بمختلفها ممكن تجسد مراحل ما قبل الثورة وبعد الثورة، ممكن تجسد هي الثقافة السورية بحد ذاتها، ممكن بعض الفعاليات مرتبطة ارتباط بالثورة، بس ما الهدف هو كان المرحلة الزمنية اللي ارتبطت بالثورة أبدا. يعد هذا المهرجان الأول من نوعه في المملكة المتحدة، الذي يجسد الفن السوري بكل أشكاله ويعبر عن سوريا وشعبها ومساهمتهم الغنية في تاريخ الحضارة الإنسانية. لبرنامج مهجركم، جوان إبراهيم، أورينت نيوز.
ومن مهجر تيوب نودعكم مع عمر سيدو والفرق بين جارك الألماني والسوري. بأمان الله. عم بخبط شيء؟ الفيديوهات مختلف تماما عن باقي الفيديوهات اللي بعملها. بالفيديوهات بدي قارن جارك الأوروبي جارك السوري. طبعا كلياتنا بنعرف بعض الناس، بعض الناس مو الكل، بعض الناس بأوروبا عم بيعانوا من شغلة واحدة بأوروبا، يلي هي إزعاج الجار. بيجي جارك الأوروبي لعندك على البيت وبيقول لك إنه أنت عم تزعجني، مشيتك عم يزعجني. شلون؟ أنت عم تمشي التريع عم بينهز، أنت عم تمشي الحيطان عم يرجوا، أنت عم تمشي بنتي عم تخاف من صوتك، ما عم بقدر أنام. لازم ما تحكي، لازم ما تمشي. بس anyway خلينا نبدأ بالفيديو بسرعة ونشوف شو عم يصير بأوروبا. يلا. I will show you, man. Oh my God. Oh. Hello, hello. Welcome, welcome. Hello. What are you doing? Slow, ma'am. Before I jump to. What are you doing? What are you doing? You cannot walk like that. ليش أرفان؟ السهل العجيب. Why you walk like that? Why? بطلع فهمت. Not allowed you walk like that. Not allowed. I am no English. خلاص أنا English no. English no. I am Syria. English no. If you want to walk, you can walk like that. Okay. شو تحتاني أمشي هيك؟ أمشي لك عبير يعني. شو يعني هيك صدق؟ What do you want? If you want to walk like that, I will call the police. Okay؟ نعم؟ شرطة؟ بوليس؟ حجي 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 شو شرطة بوليس حجي؟ تقطعنا أنت؟ نطلع إيش عملنا لك؟ ما عملنا شيء لك، خيو ما عملنا شيء. What did you say؟ خيو روح بيتك يصغر. طب روح بيتك خلص، أنت حلع سمعنا. حجي تواصل معي اليوم هون بمزح فيك. What did you say؟ قال انت دوشلون دوشلون انت؟ انت من دوشلون؟ انت ألماني؟ خي والله الألمان ما هيك، كلهم مناح وكويسين، بس انت منين جاي؟ منين جاي؟ ما على لسان بيبعتلك حتفي. شو كتفي؟ ايش بحجي؟ بيبعتلك حتفي. خلص بيجي روح بيتك اسكر عبك، مو ناقصني وجه راس من غير شي راس عبجان. خلص ألمان يلا خلص. Oh.